في موضوع عايز اتكلم فيه تاني بعد ما جاوبت لكم على كل الاسئله. الموضوع بتاع جنش. انا النهارده نشرت الفيديو بتاع جنش وهو بيشاور بصباعه لجمهور الاهلي. كالعاده فوجئت بمجموعه من اخواننا الزملكاويه المحترمين. لان ليه بقول الزملكاويه المحترمين؟ لانهم بعتوا لي رسائل محترمه قالوا لي عبد الناصر انت ظالم، جنش اتشتم بامه المتوفيه فما تحملش فعمل هذا التصرف. فانا قلت يا جماعه اذا كان جمهور الاهلي شتم جنش بامه يبقى زي ما بطالب بعقوبه جنش بطالب بتطبيق العقوبه على جمهور الاهلي اللي شتم ام جنش اللي كان موجود في الملعب. ولكن زي ما في فيديو بيقول ان جنش عمل تصرف لا اخلاقي ضد جمهور الاهلي، عايز فيديو يوريني جمهور الاهلي بيشتم جنش بامه علشان ابعته للرابطه زي ما يتعاقب جنش يتعاقب جمهور الاهلي. ده عدل؟ ده عدل؟ كلمت الناس اللي كانت في الملعب كلهم اكدوا ان مفيش بني ادم شتم جنش بامه. مفيش بني ادم شتم جنش بامه. وانهم هما كانوا بيقولوا له العب ما يهمكش جنش جوه الماتش، يعني مداعبه، العب ما يا جنش قوم ما يهمكش والعب ما يهمكش وكده. لكن مفيش حد شتمه نهائي. فعايز ارد على اصدقائي المحترمين الزملكاويه، لو حد عنده فيديو يوريني، لكن كلامه لوكلوك ما احبش اللوكلوك. لان النهارده في فيديو بيثبت ان جنش عمل تصرف لا اخلاقي ولازم يعاقب، وهذا الفيديو ارسلته للرابطه وارسلته للمسؤولين عن مسابقه الدوري العام في الرابطه، ارسلته لرئيس الرابطه النائب احمد دياب، وارسلته لرئيس لجنه المسابقات عضو اتحاد الكوره وعضو الرابطه الحاج عامر حسين، وهيطبق عليه اللائحه. ولو في جمهور من جمهور الاهلي، حد من جمهور الاهلي سب جنش وحد عنده فيديو يبعته لي. وادي يا جماعه الفيديو اللي انا نزلته، وكالعاده تطاول دول الزملكاويه المحترمين اللي ناقشوني. تعالى بقى تاني زلنطحيه مش متربيين قعدوا يشتموا. اما تديني دليل، اديني دليل. انا يا ابني مش شغال لحساب حد، انا بتاع كلمه حق. ادي الفيديو يا جماعه اهو، ادي الفيديو انا نشرته وقامت الدنيا وما قعدتش. تاكدت من المنظمين، مراقب المباراه، المسؤولين اللي كانوا موجودين، مفيش حد شتم جنش من جمهور الاهلي. يعني الزلمضح اللي بيقول لي جنك اتشتم بامه بقول له انت كذاب. وادي الفيديو يا جماعه اهو، هذا هو يا جماعه هسمحه لكم اهو. الفيديو اللي انا عملته قالب الدنيا وعمل مليون مشاهده في 4 ساعات اهو. انا بهديه الفيديو اهو، بصوا اهو. الفيديو ده انا بهديه لأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، والمحترم الحاج عامر حسين عضو اتحاد الكورة والمشرف على المسابقات في رابطة الأندية وعضو رابطة الأندية. جنش لازم يتعاقب، دي قلة أدب من جنش. عايزك تبص على صباعه دلوقتي لما هيظهر وشوف بيعمل إيه لجمهور الأهلي. قليل الأدب لازم يتربى. أهو أذيعه تاني أهو، حاضر أذيعه مرة تانية. الفيديو ده انا بهديه لاحمد دياب رئيس رابطة الاندية، والمحترم الحاج عامر حسين عضو اتحاد الكورة والمشرف على المسابقات في رابطة الاندية وعضو رابطة الاندية. جنش لازم يتعاقب، دي قلة ادب من جنش. عايزك تبص على صباعه دلوقتي لما هيظهر وشوف بيعمل ايه لجمهور الاهلي. قليل الادب لازم يتربى. الفيديو ده انا بهديه لاحمد دياب رئيس رابطة الاندية،
والمحترم الحاج عامر حسين عضو اتحاد الكوره والمشرف على المسابقات في رابطه الانديه وعضو رابطه الانديه. جنش لازم يتعاقب، دي قله ادب من جنش. عايزك تبص على صباعه دلوقتي لما هيظهر وشوف بيعمل ايه لجمهور الاهلي، قليل الادب لازم يتربى. الفيديو ده انا بهديه له. تعالى بقى اهو، احنا مالناش حسابات مع حد، نروح للناحيه التانيه. جمهور الزمالك في مباراه الزمالك والمقاولين شتم كهربا. حد تاني قال لك ما شتمش كهربا، انت رايك ايه يا عبد الناصر؟ اقول لك انا شايف ان جمهور الزمالك ما شتمش كهربا، هو هاجم كهربا. يعني قال له ايه؟ يعني خلي بابا يدفع لك، بدل ما فيش لفظ خارج خلاص. هم كانوا بيحتفلوا انهم حصلوا على حكم ضد كهربا وبيقولوا له خلي بابا يدفع لك، لكن ما حصلش ان جمهور الزمالك شتم كهربا. ما حصلش ان جمهور الزمالك شتم كهربا عشان نبقى منصفين، لكن كانوا بيحتفلوا بالحكم وبيكيدوا كهربا عادي خالص، ده ما فيهوش مشكله بالنسبه لي. عشان بس الناس اللي بيقولوا شتم كهربا، لا انا شفت الفيديو، ولكن في بعض الناس سجلت تجاوز من الجمهور ضد الكابتن محمود الخطيب. قلت لهم ابعتوا لي الفيديو عشان اتكلم، ما اتكلمش غير لما اشوف. اللي عنده فيديو جمهور الزمالك سب فيه كهربا او الكابتن محمود الخطيب يبعتهولي علشان انا مش هاخد بالكلام. يبعت لي الفيديو وبناء عليه اقول رايي، لكن انا هنا عندي وقفه مع شيكابالا والكابتن المحترم المعلق الكبير حاتم بطيشه. الكابتن حاتم بطيشه بيقول لك ايه؟ شيكابالا مش عارف 50 سنه من المتعه ولا 30 سنه بيمتعنا ولا مش عارف 20 سنه، مش عارف يعني قال لك كام سنه. قال لك شيكابالا بيمتعنا وبيمتع جمهور الكره المصريه على بكل انتماءاته. انا شخصيا ما عنديش انتماء وما بتمتعش بشيكابالا، انت ليه تفرض عليا يا كابتن حاتم ان انا متمتع بشيكابالا؟ انا مش متمتع بشيكابالا. يعني ليه تتكلم بلغه العموم؟ ده عتابي على حاتم بطيشه. ما ينفعش تتكلم بلغه العموم، قول مثلا يمتع الزملكاويه، يمتع محبيه، لكن ما تتكلمش بلغه العموم. ما تتكلمش بلغه العموم، مع كامل الاحترام لحضرتك. انا متحفظ على ده.